خوتي الاعزاز تبارك الله عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم في القناه، تبارك الله فيكم. خوتي الاعزاز اليوم غادي نشوفوا واحد الدار زوينه بزاف ديال المشروع. حاولوا غير تتبعوا حتى الاخر باش تسمعوا جميع المعلومات ان شاء الله، وغادي تسمعوا في الثمانية الاخوان. وحاولوا تبارطاجوا الفيديو، وحاولوا ديروا اشتراك في القناه باش اي فيديو ان شاء الله غادي يوصل لكم. شكرا لكم بزاف الاخوان. بالنسبه لهذا المنزل الاخوان كما كتشوفوا معايا، فيها الكراج وجوج طبقات ونصف سطح، كتواجد حي الموظفين طنجه، حي الموظفين على الشارع، على الشارع ديال الموظفين اللي معروف اللي هو الشارع مزيان. وهذه كتواجد على الشارع كبير. بالنسبه للمساحه ديالها الاخوان كما كتشوفوا معايا، حاولت نصور لكم شويه الشارع باش تشوفوا فين كتواجد بالضبط. من بعد انسان اللي بغى يشوفها مرحبا به. السيد اللي مولاها راه كاين موجود هنا في المغرب، كاين. من بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو وغيكون غير خير ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للدار، الدار فيها المساحه ديالها 100 ديال المترو كما قلت لكم، كاين كراج والسده وجوج طبقات ونصف سطح الاخوان. الكراج راه خدام لك 100% كما كتشوفوا، واخا كتشوفوا مكرفص لان كان كاري فيه شي واحد وتكرفص عليه، هذيك راه غير الصباغه وصافي، هما ما بغاوش يصلحوه. قال لك اسيدي اللي غيدخل عليه هو اللي غادي يصلحوه بلا ما حنا نزيدو نخسروا الفلوس، وغيجي واحد اخر يعاود يقلع داك الشيء كامل. هذه فكره مزيانه، انا متفق معاهم. بالنسبه للدار الاخوان، الدار تبارك الله راه كبيره، الدار متسعه بزاف، الارض فيها 100 والفوق راه كتعطي تقريبا تكون واحد 120، انتم كتعرفوا كيتزاد الباركو. كما كتشوفوا كاينه هنايا الدخله ديال الباب، كاينه باسيو كبير. كما كتشوفوا كاين المرحاض تحت الدروج، وكاين المهم كاين هنا باسيو كبير. كما كتشوفوا كاين واحد الخزان ديال الحوايج تحت الدروج عاوتاني. بالنسبه للدار الاخوان اللي بغاها مرحبا به، الدار ديال المشروع، والدار في بلاصه انتم كتعرفوا حي الموظفين، راه بلاصه زوينه، راه بزاف الناس كيبغيوها لان قريبا جميع المرافق العموميه، قريبا طريق الرباط، قريبا كاسابراتا، قريبا اتجاه ديال المرجان، قريبا اتجاه ديال السونتر المدينه، اي بلاصه راه قريبه ليها. كما كتشوفوا غادي نشوفوا الاخوان الطبقه الاولى، غادي نشوفوا الطبقه الاولى تبارك الله، راه الدار كبيره ما شاء الله، ولكن هي الفصاله ديالها راه نتوما كتعرفوا الناس اللي بانينها راه داروا الذوق ديالهم هما، نتوما كتعرفوا كل واحد كيدير الذوق اللي غيستغلو واللي غيعيش فيه. كما كتشوفوا هذا الدوش، الدوش تبارك الله راه كبيره، وكاين كوزينه كبيره، والدار كامله مفتوحه، فيها بيت النعاس ولكن خلاوها مفتوحه كامله. كما كتشوفوا الصالون واتجاه باتيو كبير، الدار تبارك الله راه كبيره الاخوان. انسان اللي باغي اللي غيدخل عليها، انسان اللي باغي يغير شي حاجه، الامور سهله. كما كتشوفوا هذا باتيو، باتيو عنده مراه مسقف، ما كيدخلش حتى لا والو، كما كتشوفوا راه عنده مسقف. انتم كتعرفوا اي واحد كيشري شي دار ضروري ما تغير شي حاجه، لان كل واحد الذوق ديالو. هذه كوزينه، لان عندهم الطبقه الاولى ما ساكنش خاويه كما كتشوفوا. من بعد غادي نشوفوا الطبقه الثانيه عاوتاني. الدار ما شاء الله الاخوان كما قلت لكم دار كبيره، لان هما خلاوها مفتوحه كامله تبارك الله، لان كما قلت لكم هما دايرين الذوق ديالهم، اي واحد كيعمل الذوق ديالو. هما داروها لراسهم، ماشي داروها للبيع ولا للتجاره، دوزوا فيها الوقت ديالهم. دابا باغيين يبيعوها باش كل واحد غيدي البركه ديالو. الانسان اللي باغي يدخل عليها سهله القضيه، يقدر يخرج منها ثلاثه ديال البيوت، يخرج منها ثلاثه ديال البيوت والمقعد والدوش والكوزينه. الانسان اللي باغي يدير مشروع الكرا او لا يديرها لراسو، يخسر عليها شي بركه ويغلق ديك السرجم ديال السرجم ديال البيت ويخرج بيوت كبارين. كما كتشوفوا هذه الصالون راه كبير، عنده زوج سراجم كيطلعوا على الشارع. كما كتشوفوا هذا بيت اخر، هذا يمكن لك تغلقوا باش تخرج منه جوج ديال البيوت. كما كتشوفوا كيطلع على الشارع، وكاين كاين اتساع قبلت الدار كبير، ان ما كاينش الديار قبلتها هي، ان كاين الشارع ومن بعد كاين واحد بحال شكل منطقه خضراء بحال شكل باركي، المهم بلاصه خاويه. غادي نحاولوا نشوفوا الطبقه الثانيه الاخوان. الطبقه الثانيه حتى هي الصراحه فيها اصلاح زوين بزاف وساكنه،
هي ما شاء الله داروا فيها اصلاحات ديالهم هما، داكشي بحال شي قصر كما كتشوفوا معايا. ولكن دابا حنايا سبحان الله كل واحد كيدير الدوق ديالو، ولكن ملي كيجي واحد اخر كيبقي يعيب لك لا ما كانش خصو يدير هيدا، ما كانش خصو يدير هيدا. هاد القضيه هادي الانسان اللي غايشوف شي نوع ديال العقار ما عجبتوش القضيه، ما عجبتلوش الفصاله ولا ما عجبتلوش شي حاجه، ما خصوش يبقى يعيب. لان انت بيدك نهار ملي تبني شي حاجه كتعمل الذوق ديالك انت، ما حتى واحد ما يتحكم فيك. هنا الا شي حاجه ما عجبتكش انت كتشوف الموقع مسلك لك، وهنا اصلا كتشري الموقع ماشي كتشري الحيوط، كتشري الموقع. واكثر الدار فيها الكراج، الكراج هو الاهم في الدار كامل. من بعد الدار الا شي حاجه ما عجبتكش كلشي غيتغير، كلشي عنده الحل ديالو. يمكن لك تطيح الحيط وتبني الحيط، يمكن لك تقلب بيت تزيد في بيت اخر، المهم كلشي عنده الحل ديالو. كما كتشوفوا انا قلت لكم هاد الناس هادو دايرين الدار على الذوق ديالهم هما، ما داروهاش التجاره اولا الكراء اولا شي حاجه. الدار تبارك الله الدار كبيره، والدار مصلوحه كامله، والدار الاخوان الدار عند المحافظه ديالها، الدار محافظه عند التيتر ديالها. كما كتشوفوا بالنسبه للمنطقه ديال الموظفين راه المنطقه مزيانه، راه فيها غير الناس نقيين، وقريبه السونتر ديال المدينه، وقريبه جميع المرافق العموميه. بزاف ديال الاخوان كانوا كيسولوني على الموظفين، ولكن كما كنقول لكم انا ملي كتبان شي حاجه راه كنزلها لكم باش تشوفوها، واللي عنده الغرض يتواصل معايا. النمره ديال الواتساب 06 62 62 13 68، وان شاء الله ما يكون غير خير. حنا كنديروا غير الاسباب والكمال على الله، هادشي اللي كان الاخوان. كما كتشوفوا غادي نشوفوا الكوزينه، هذه الطلعه ديال السطح، غادي نشوفوا الكوزينه تبارك الله حتى هي كبيره. كما كتشوفوا هنا كاين واحد بلاكاريس ديال ماريو، كما كتشوفوا كاين في الحيط. هادشي زعما الصراحه زوين بزاف هادشي اللي داروا. وكاينه الدوش على اليمين حتى هي عاوتاني. وغادي نشوفوا الكوزينه تبارك الله راه كبيره. كما كتشوفوا الاخوان اللي بغى الاخوان مرحبا به. الدار زوينه بزاف. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها 250 مليون. غادي تكون شي شويه المفاهمه الاخوان، 250 مليون غادي تكون شويه المفاهمه. كما قلت لكم راه البلاصه هذه ماشي هي بلايص اللي هما خارجين، راه انتم حتى كتشوفوا كاينين الدور في العوامه، كاينين الدور في اتجاه المحطه، كاينين الدور اتجاه ديال اتجاه ديال كزنايا. راه كتجبد الدار ما فيها والو، كيقول لك 200 مليون 180 مليون 140 مليون. كما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديالها، كما كتشوفوا كاين اتساع كبير. هذه كوزينه عندها زوج سراج كيطلوا على الشارع. بالنسبه للكوزينه راه كما كتشوفوا كاين بلاكاريس ديال الكوزينه، والدار مصلوحه كامله الاخوان. وهنا راه كتشري الموقع، وكتشري الموقع في السونتر ماشي كما كتشوفوا. غادي نطلعوا نشوفوا الطبقه الروتري الفوقي، كاين الفوقي كاين واحد البيت في السطح، هذا راه السطح، هذا واحد البيت عاوتاني ديال كما كتشوفوا عنده السراج مفتوح من باتيو، وباتيو عندهم راه كما قلت لكم راه عندهم مسقف ما كيدخلش حتى لا برد لا والو. وبالنسبه للسطح كامل مزلج كما كتشوفوا الاخوان، الدار كامله مزلجه والسطح مزلج، ما كاين لا بروده ما كاين حتى حاجه. كما كتشوفوا انا حاولت نصور لكم كل شيء باش تكون الامور واضحه، باش الانسان اللي غيشوف الدار يعرف راسو على من يعيط. كما كتشوفوا هي الواجهه ديال الدار، وكاين هنا طريق كبيره كتدي اتجاه ديال طريق الرباط على اليمين، وكاين اتجاه اخر كتخرج اتجاه ديال الطلعه ديال تشارفن ديبان. وهذا السطح ديال الروتري كما كتشوفوا، كاين جوج ديال السطوحه. الدار تبارك الله راه مشمشه ومضويه وغزاله الصراحه تبارك الله. انا غادي نحاول نقرب لكم اتجاه ديال الرميلات، انتم اتجاه ديال الرميلات اتجاه ديال الشمال كبير كما كتشوفوا. هذه هي الرميلات، راه ملي كتطلع السطح راه المدينه كتبان كامله تبارك الله. المهم الاخوان هادشي اللي كان الاخوان، مرحبا بالجميع. اللي عنده شي واحد شي نوع ديال العقار مرحبا به يتواصل معايا، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله الاخوان. بارك الله فيكم.